عايز اروح لمشوارك انت بقى تحديدا يعني. وابرز حاجه كانت الزمالك، يعني بما انه النادي الاكبر بالزبط. في المسيره دي. ليه المسيره في الزمالك ما كملتش ما طولتش؟ والله هو ده كان برجعك للماضي شويه. لا ده كان يعني كان قرار انا خدته او كان بارادتي يعني. الموسم اللي انا احكي الاول بس، انت رحت الزمالك ازاي؟ هو كان انا كنت الاسماعيلي طبعا 5 سنين، ف نادي كبير وانا بحبه جدا وبحب جماهيره جدا جدا يعني، هم ليهم فضل يعني بعد ربنا. بس طبعا انت عارف الاسماعيلي بيبقى نادي من الانديه اللي هي كبيره جدا جدا، لكن هتكلم معاك بصراحه ماديا مش احسن حاجه، ودي مشكله الاسماعيلي. فكان عندي بقى انا يعني عندي قابليه ان انا اغير الاسماعيلي بعد 5 سنين. خلاص انا اديت اللي عندي وزياده للنادي، والنادي فادني طبعا كتير جدا. فجالي عرض للزمالك. كلمت مع الاداره طبعا، هم في الاول رفضوا، كان المهندس ابراهيم عثمان قال لا انت هتديني 5 سنين تاني هنا في الاسماعيلي. قلت له يعني خمسه تانيه يعني صعبه كده. قلت له يعني لو في امكانيه ان حضرتك توافق يعني انا اتمنى، ونادي كبير برضو نادي الزمالك ونادي جماهيري. فقال لي خلاص هشوف الموضوع ده. وجي عرض رسمي ليا انا وابراهيم حسن من الزمالك. صحيح. كان بمقابل مادي كويس جدا للنادي، كان هيفرق مع النادي، فوافقوا على العرض. رحت الزمالك. مين اللي كان بيكلمك في الزمالك يعني كمدرب وقتها؟ مين اللي كان عايز بهاء مجدي؟ لا هو كان الزمالك من قبلها بسنه، كان من كابتن ايهاب جلال لما كان موجود كان طالبني اصلا. كان اتكلم مع احمد مرتضى، كان هو الاستاذ احمد مرتضى كان هو المتكفل بالموضوع ده. كان الاستاذ امير لسه ما دخلش الفرقه يعني. فلما رحت النادي انا عرفت من الاستاذ احمد مرتضى، قال لي ده احنا بقالنا سنتين عاوزين نجيبك وكده، بس ما كناش عارفين يعني نخلص الديل. فكان من الوقت ده يعني، كان في سنه من سنتين وهم حاطين عينهم عليا. حلو. فالحمد لله لما جه مستر جروس وكده كان هم جابوا الصفقات اوريدي، كان مجلس الاداره اللي محدد الصفقات. فرحت عملت سنه الحمد لله كويسه جدا، خدنا فيها بطولات السوبر السعودي والكونفدراليه وكاس مصر، وعملنا موسم حلو جدا جدا. حلو. بعدين في نهايه الموسم كان جالي عرض من المصري من كابتن ايهاب جلال اللي كان طالبني اصلا للزمالك. في الزمالك. فكنت كان فتوح طالع عارة رجع، وكان كابتن عبد الشافي رجع من السعوديه على الزمالك. فكان وكان عبد الله جمعه بيلعب في المكان ده وكان ماشي كويس جدا، فكان خلاص بقى في 4 في المكان ده، ففرصه المشاركه او ان انا اشارك هتبقى صعبه شويه، في منافسه وناس تقيله وناس بتلعب. فاخترت ان انا ابقى بشارك، ما كنتش حابب فكره ان انا ابقى موجود ما بلعبش، بس اللي هو ناس موجود في النادي لكن ما بشاركش، دي ما كنت رافضها تماما. هل يعني ايه اتقال لك مثلا انك هتبقى خيار رابع، ولا انت حسيت من بدري كده انا مش عايز اصلا ابقى خيار رابع في ولا الربع؟ تاني ولا خيار تاني ولا يعني تاني حتى. يعني انا عايز العب. فلما جالي العرض بتاع المصري كان المفروض انا هطلع اعاره. فاتكلمت مع استاذ امير قلت له ان انا جاي العرض من المصري من كابتن ايهاب جلال، وهم بيلعبوا كونفدراليه وفريق كويس نادي المصري وفريق كبير، فيعني معلش. قال لي ممكن اشوف لك موضوع الاعاره نوافق عليه، فقلت له تمام. وافقنا على إعارة وخلاص بنخلص. جه قرار انه الإعارات اتحددت بقت 5، كان الزمالك اوريدي مطلع 20 لعيب إعارة. كان مطلع لعيبة كتير جدا إعارة. فقال لي لا استنى، ده في قرار جه كلمني قال لي احنا نجتمع بكرة مع كل اللعيبة اللي احنا مطلعينهم إعارات، كان حوالي 20 لعيب فعلا، ولازم نخلي 5 بس إعارات والباقي هيبقى بيع. لو هم عرضنا عليهم بيع وشراء يشتروا، فكلمتهم قالوا هنشتري. كلمتهم طبعا قدموا عرض بمبلغ مالي، الزمالك درس الموضوع وافقوا على العرض، رحت بيع وشراء. رحت المصري بقى لعبت معاهم سنه، وكانت سنه كويسه برضو. ساعتها زعلت ان هو كان بيع وشراء، كان نفسك يبقى عاره وترجع. كان نفسي يبقى عاره، بحيث ان انا يبقى في فرصه ان ارجع تاني للزمالك. يعني كنت بس فكره الخروج، لان كنت عايز حابب العب مع كابتن ايهاب جلال، وحابب اخد تجربه برضو تانيه وابقى رجلي في الملعب. بالمناسبه